تعد محاصرة للأسف ب يعني محيط 172 زي ما قلنا كيلو، كل هذه الأرض بمسافة 10 كيلو، كل الأرض هذه مزروعة بألغام مختلفة، لغم فردي وبعد لغم زوجي، يعني المزدوج اللي حق العربات والبني آدم، وبعدها برضو في ألغام ثالثة من النوع الثالث. بعد هذه الألغام هناك قناصة، وبعد القناصة هناك معدات ثقيلة هي التي تقصف المدينة. طبعا كل هذا الحصار أثر تأثير في كل نواحي الحياة. عندنا من سن 10 إلى 20 من الشباب والنساء في عندهم أصبح حالة اكتئاب وحالة نفسية، تعرفوا أنتم إيش أنتم أبناء المدينة ولا من خارجها.